السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هذا الدرس هذا. فبالنسبة لهذا الدرس هذا براندا خدمته بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، تنديرو على ثلاثة ديال الشعرات وكنخدم به. أما العقيق فاستعملت هذا العقيق هذا ديال 5 دراهم، الخيط هو اللي استعملت، والحرير كيف ما كتشوفوا معايا استعملت هذوك الجوج ديال الالوان، جاو زوينين مع بعضياتهم. والمهم هذا هو الدرس، سهل وبسيط وفيه هذاك العقيق كيعطيه منظر زوين. طبيعة الحال بامكانكم تخدموه فقط بلون واحد. بالنسبه لهاد الملاقيه هذه، المهم هادو الاكمام انا مازال ما كملتش لكم في الخدمه، باغا نصيفطو حتى يتطرز عاد نكمل لكم في الخدمه. غندير ليه الطرز الرباطي، هذاك الشيء علاش ما خدمتوش كامل حتى ندير الطرز وندير لكم تصاور في الانستغرام وتشوفوهم. المهم هذيك الملاقيه راه فايت ليا خدمتها معاكم. اما الملاقيه اللي درت في الوسط ديال الجلابه يعني في النصف طوق، فهي هذه نفس الخدمه اللي في الاكمام، هي اللي درتها في النصف طوق وزدت هاد البريد هذا، خدمت الحصيره ودرت فوق منها البريد. المهم هذيك هاد النصف طوق هذا مازال غادي ندير ليه فيديو خاص به، غنخدم معاكم هذيك الملاقيه وحتى هذاك البريد حتى هو غادي نخدمه معاكم باش تشوفوا الطريقه ديالو كيفاش كيتخدم. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نخدم معاكم فقط الاكمام، هذا هو الكم. كيف ما قلت لكم انا دابا الكم غادي نخدمه باقي محلول، عاده من بعد غاد فاش يتطرز وكل شيء غادي نكمل ونلاقي الكم باش يولي دائري. داك الشيء علاش غادي يبقاو لي شي خيوطه شيطين ما غاديش نحيدهم. اما كيف ما قلت لكم الحرير اللي خدمت به هو الحرير المبروم على ديال الطرز الرباطي على 3 ديال الشعرات، فهذا هو اللي غادي نخدم به. مهم خدموا بالحرير اللي عجبكم، غير هو هذا الحرير هذا كيبقى ما تيتشنتف ما والو، والجوده ديالو مزيانه. الابره اللي كنخدم بها دابا هي رقم ديالها 6، هي اللي كنخدم بها هذا الحرير المبروم حيت هو تيجي شويه رقيق على الحرير العادي، على الحرير ديال القصبه. هذاك الشيء علاش خدمت بالنمره 6، اللي غتخدم بالحرير الاخر دير غير النمره 5 كتجي مزيانه. المهم اول حاجه في هاد الخدمه هذه كتطلعي بثلاثه ديال الغرزات. المهم انا تندير هاد الطريقه هذه، طريقه سهله وناجحه باش انك ديري ثلاثه الغرزات مضبوطين. فالان انا قربت نكمل هاد ثلاثه الغرزات، وانتبهي معايا البدايه كيفاش غادي نبدا، فهذه الغرزه الاولى وهذه الثانيه وهذه هي الثالثه اللي غادي نديرها دابا. الان غادي نطلع الخيط الفوق ونحاول انني نهبط للثوب، فلاحظوا معايا الخيط الفوق وغادي نرجع في هذه الغرزه الثالثه نخدم فيها. فغادي نجر الخيط، لاحظوا معايا هذه الغرزه الاولى، ودابا غادي نطلع الخيط الفوق ونرجع نخدم في الغرزه الوسطانيه. في البدايه تتكون الخدمه شويه صعيبه حيت ما عندكش فاش تشدي، هذاك الشيء علاش كنحاول غير انني نبقى نجر في هذاك الخيط ونعاود نشد من الفوق. المهم دابا غادي تخدمي الغرزه الثالثه. هاد الملاقيه هادي كتخدم غير على 3 ديال الغرزات فكتجي مزيانه. دابا غادي نرجع ونخدم في الثوب، لاحظوا معايا مزيان. والان اهم حاجه غادي نمشي نجيب العقيق، فهذا هو العقيق اللي خدمت به. كما قلت لكم هذاك العقيق ديال الخيط تتباع ب5 دراهم الخيط، هو اللي تنخدم به. المهم هنا لاحظوا معايا غادي تجاوزي هذيك الغرزه الاولى والثانيه وتخدمي مباشره في الغرزه الثالثه، هذيك الغرزه اللي الفوق هي اللي تتخدمي فيها. والان غادي نوري لكم واحد الطريقه كيفاش تثبتوا هاد العقيقه مزيان وتكون يعني الخيط صحيح.
كترجعي تخدمي اسفل هذاك الخيط تديري غرزه واحده فقط وتطلعي الخيط الفوق وتعاودي تهبطي في هذيك العقيقه نفسها، يعني بحال دابا انتي كدوبلي العقيق اللي خدمتي الخيط اللي خدمتي به في العقيق. من بعد كترجعي الخيط الفوق وتتخدمي ما بين هذوك الجوج ديال الغرزات اللي في الثوب ما بيناتهم باش تسدي على هذيك العقيقه وما تبقاش تلعب. فممكن مع الصابون ولا شي حاجه تقطع هذيك العقيقه. هذاك الشيء علاش كنحاول انني نثبتها مزيان، وعافاكم حاولوا ان الجلالب ما تصبنوهمش بالماكينه، صبنوهم بليديكم عادي، صبني جلابه غير بليدك وما تقربيش للخدمه غير شويه وصافي، يعني غير ماشي شي صابون، المهم غير شي حاجه قليله. فالماكينه راه غادا تطير لك داك العقيق وتخسر لك الخدمه، داكشي علاش حاولوا ما امكن تصبنوا بليديكم. هنا تطلعي مباشره لهذيك الغرزه الفوقانيه وتخدمي فيها وتعاودي تعمري جوج ديال الغرزات اسفل هاد الخيط هذا اللي كيكون داير بالعقيقه. درت الغرزه الاولى والثانيه ودابا غندير الثالثه ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب. لاحظوا معايا جوج ضربات اللي في الثوب هما اللي تنخدم فيهم الغرزه الثالثه. اما الان غادي نخدم في الثوب وغادي دابا نرجع هذوك ثلاثه الغرزات ديولي غنبقى هذا خدامه فيهم. المسافه نتوما اللي غادي نتحدوها، فشوفوا معايا انا شحال غندير وانتوما ديروا اللي عجبكم، يعني كل وحده دير هذاك الشيء اللي غادي ترتاح فيه. خدمت الغرزه الاولى وهذه الثانيه ودابا غنخدم الثالثه اللي هي هاد الفوقانيه، وغادي نرجع نهبط. لاحظوا معايا واحد اثنان، وهنا ثلاثة. اما الان فغادي نخدم غرزة في الثوب بهذا الشكل. هنا راه مازال كتكون الخدمة صعيبة بزاف حيت ما عندكش فاش تشدي، وتتبقى هذيك الخدمة كتعوج، يعني ما تتلقايش كيفاش ديري حتى تشديها. فغير صبروا في هاد البداية ومن بعد ديروا الفنيتة في وسط الخدمة باش تجيكم سهلة. المهم هنا درت الغرزة الاولى والثانية وغادي نخدم في الراس هاد الغرزة الثالثة. دابا تترجعي الخيط الفوق وتعاودي تهبطي. المهم انا هنا ما كنحسبش شحال من مرة طلعت، غادي الحساب كامل غنحسب غير في هذوك الغرزات اللي في الثوب هما اللي غادي يعطوني العبار مضبوط، ومن بعد نوري لكم انا شحال درت من ضربة في الثوب. فلاحظوا معايا مزيان. دابا غادي نرجع نطلع في هذه الغرزة الاولى وهذه الثانيه وهذه الثالثه. الان كترجعي الخيط الفوق وتعاودي تهبطي الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، والان هذه الغرزه الثالثه. ودابا غادي نضرب ضربه في الثوب ونوري لكم شحال ديال الحساب. لاحظوا معايا مزيان هاد ما تحسبوش الخيط اللي لصقتو فيه العقيقه، ما تحسبوش، حسبوا الضربات اللي عندكم في الثوب غتلقاو خمسة ديال الضربات. انا هنا درت خمسة، بامكانكم ديروا ستة او سبعة على حسب الاختيار ديالكم. المهم انا ما بغيتش تجيني عريضه يعني المسافه طويله بزاف، هذاك الشيء علاش درت غير خمسة. والان غنرجع، اول حاجه كنديرها هي هاد الغرزه وحدة فقط. ودابا غادي نبدا نحبك فالخيط كيكون لتحت وتترجعي تدخلي العقيقه الابره عفوا حدا هذيك العقيقه، يعني هذاك الفراغ اللي تيكون ما بين العقيق والخدمه هو اللي تتخدمي فيه. دابا درت الحبكه الاولى وغنرجع ندير الحبكه الثانيه، وحاولوا ديما تطلعوا هذوك الخيوطه بصبعكم باش يشدوا بلاصتهم حيت هما مع تتخدمي ومع تيبغيو يهبطو يتبعو. فهنا خدمت ربعة ديال الحبكات وبقات لي غرزة لتحت ضروري غادي نخدمها، غادي نعمر هذيك الغرزة التحتانية. ودابا تنطلع الخيط الفوق ونحاول نبعد واحد شوية باش ندير هاد الغرزة هادي اللي في الثوب، ما تتكونش يعني كتكون واحد شوية بعيدة باش نعطي مسافة لهاد العقيقة هادي فين تركب.
والان كنمشي لهذيك الغرزه الفوقانيه ونخدم فيها. فلاحظوا معايا دابا تبت العقيقه وغنرجع الخيط الفوق وندير هنا غرزه واحده. هنا ركزوا معايا غرزه واحده فقط، ونطلع الخيط الفوق ورجع نهبط في هذيك العقيقه اللي ركبت، رجع نهبط فيها بحالة تدوبلي ليها الخيط باش تجي صحيحه. ومن بعد تتخدمي ما بين هذوك جوج ضربات اللي في التوب، تتخدمي ما بيناتهم وديري واحد الغرزه وتتبت لك هذيك العقيقه مزيان، ما تتبقاش تلعب. مهم الان غادي ديري ضربه في التوب وترجعي تخدمي مباشره في الغرزه الفوقانيه. فهاد الخدمه هذه راه سهله، غير فيها شويه ديال التقنيات اللي يزيدوا يعطيوها واحد الجماليه اكثر. المهم دابا درنا جوج ديال الغرزات اسفل هذاك الخيط، والغرزه الثالثه تديريها في هذوك جوج ضربات اللي على التوب مباشره. والان غادي نخدم ضربه في التوب وغنرجع نعوض هذوك ثلاثه الغرازي ديولي، هذه الاولى وهذه الغرزه الثانيه وهذه الغرزه الثالثه. المهم هنا هذا الفيديو شويه كان سريع بالنسبه للاخوات المبتدئات، فحاولوا انكم تدخلوا الفيديو وتنقصوا من السرعه ديالو، حيت انا هنا جاتني 20 دقيقه وجات طويله بزاف، فما تنبغيش ندير فيديوهات طوال. هذاك الشيء علاش حاولت انني نسرع شويه بعض المقاطع. فاللي يلاه باديه ومازال يلاه تتحفظ كل حاجه بوحدها، فدخلوا لاي فيديو ماشي غير هذا، اي فيديو نقصي من السرعه وسيري بشويه على كل مره، خدمي شي حاجه بلا ما تعلمتي. المهم هنا تديري ثلاثه ديال الغرزات وتعاودي ترجعي تهبطي، هذه الاولى وهذه الثانيه وهذه الثالثه. ودابا غندير واحد الضريبه في التوب، فنطلع هذا الخيط، هذا الغرزه الاولى والثانيه والثالثه. ودابا غادي نرجع نهبط واحد جوج وثلاثة، هذه الغرزة الثالثة. ودابا غادي نضرب هاد الضريبة هذه في التوب، فلاحظوا معايا مزيان هاد الضربة اللي درت دابا هي خامس ضربة بالنسبة لي. المهم نتوما ملي تبغوا تحسبوا هذوك الغرزات اللي عندكم في التوب ما تحسبوش الغرزة اللي كتكون فيها العقيقة. لاحظوا معايا هاد الغرزه اللي تتكون فيها العقيقه ما تحسبوهاش، ما تبداوش منها الحساب، بداو باللي حداها. لاحظوا معايا واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه، عندك خمسه ديال الضربات. بغيتي تزيدي الضربه السادسه او السابعه فانتي حره، ديري العدد اللي عجبك. دابا غادي نحبكو ربعه ديال الحبكات، فكتهبط الخيط لتحت وتحاولي ديري الحبكه الاولى وديما طلعي هذاك الخيط الفوق، حيت هذوك الخيوطه ما تيبغوش يثبتوا بالزربه. فهذه الثانيه، ودابا غندير الحبكه الثالثه، وحاولي تدفعيهم يا بصبعك يا بالبرا، المهم حاولي انك تطلعيهم شويه الفوق. وهذه الحبكه الرابعه، ودابا بقات لينا غير هاد الغرزه الثالثه هي اللي تنديروا فيها غرزه. والان غادي نرجع نخدم في التوب ونركب العقيقه عقيقه واحده اخرى. المهم انا خدمت هاد المسافه هذه، ودابا غادي نوري لكم هذاك الدرس اللي تيجي من الفوق. المهم بالنسبه لهذا الدرس اللي تديروه فوق من هاد القاعده هذه، نتوما احرار اللي بغات دير هاد الدريس الخفيف. المهم انا ما بغيتش درس كبير، هذاك الشيء علاش درت غير هذا، واستعملت جوج ديال الالوان. لاي درس بغيتو ديروه ديروه، يعني نتوما هنا الاختيار كيبقى ديالكم.
اللي بغيت نوري لكم في هاد الريس هذا الصغير هو كيفاش تخدموا بجوج ديال الالوان بلا ما تضطروا انكم تقطعوا الخيط. هذاك الشيء علاش حاولوا تنتبهوا معايا في اللحظه اللي غنحيد هذا الخيط وندير الخيط الاخر باش نوري لكم كيفاش تخدموا هذوك جوج الخيوط بلا ما تقطعوا. المهم تتلو الخيط على ثلاثة وترجعي فيه في هذا الدرس هذا ديال الواحد، ترجعي فيه بحبكة. ودابا غادي ندير الحبكة الثانية. اللي ما عجبهاش هذا النوع ديال الدرس دير الدرس الاخر اللي تتغلفيه بغرزة. هذا كيتغلف بجوج ديال الحبكات او ثلاثة والاخر كيتغلف بغرزة. المهم نتوما ديروا اللي عجبكم. غنرجع الابره هنايا ونلوي الخيط على ثلاثة ونجر هنا الخيط مزيان ونعاود نهبط الخيط لتحت باش ندير الحبكة الاولى ونعاود ندير الحبكة الثانية. والان طلع الخيط الفوق هنا مرة غادي نديرو غرزة حدا غرزة ومرة مرة غتجاوزو شي وحدة وتخدمو في اللي حداها، يعني عينكم ميزانكم في هاد الدرس هذا. المهم انا هنا استعملت 15 درس، درت 15 ومن بعد بدلت اللون. لاحظوا معايا هداك اللون الاول انا ما قطعت لا خيط لا والو، خليت الخيط وركبت فوق منه اللون الاخر وغادي نرجع نخدم فوق منه. لاحظوا معايا ما تقطعوا لا خيط لا والو، بقاو غاديين عادي فين ما ديروا العدد اللي عجبكم. المهم انا هنا درت 15، انتم ديروا العدد اللي بغيتوا وخليوا هذاك الخيط وركبوا الخيط الجديد وسيروا مع الخدمة. فهنا غادي نغلفها كالعادة بجوج ديال الحبكات ومن بعد كنرجع نخدم. لاحظوا معايا هنا راني تنخدم فوق من هذاك الخيط، وحاولوا انكم ملي تدخلوا هنا البرة شوفوا راسكم واش راكم خدامين على الخيوطه بجوج ولا غير على خيط واحد باش ما يبقاش لكم هذاك الديف، خصوصا في القب. في الكم ما غاديش يبان حيت كيجي لتحت، ولكن في القب راه غادي يبان. هذاك الشيء علاش ردوا البال. والمهم دابا نتوما صافي راكم فهمتوا الخدمه، فغادي تبقاو غاديين حتى توصلوا للاخر. وهي هذه، وان شاء الله في الجزء المقبل غادي نخدم معاكم هذيك الملاقيه اللي درت في الوسط. المهم راه نفس هذه الخدمه، نفس الدرس اللي درنا هنايا هو اللي درتو في الملاقيه الوسط، غير بغيت نقول لكم باللي راه هاد الدرس هذا تيجي مع هذيك الملاقيه في الوسط، يعني تيجيو زوينين وبحال بحال، يعني نفس الخدمه اللي في النصف طوق هي اللي في الاكمام هي اللي في القب، نفس الخدمه فقط كاين بعض الاختلافات. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الكم، فلاحظوا معايا كيف ما قلت لكم. بالنسبه للطرز الرباطي غادي ندير غير الطرز بالماكينه ماشي باليد. هذاك الشيء علاش حتى فاش نكمل فاش نجيب الخدمه نلوح لكم تصاور في الانستغرام. المهم شكرا للدعم ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء المقبل.